هذا أقدم الأسواق الشعبية في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، يعود تاريخ نشوئه إلى قرابة 15 عقدا مضى. أعيد ترميمه العام الماضي، فقررت إدارة المدينة تحويل الطابق العلوي منه الذي كان قبل عقود خلت دارا لاستضافة الغرباء والزوار على غرار الفنادق في وقتنا الحاضر، إلى متحف تراثي يختزل مقاطع مهمة من تاريخ هذه المدينة، ويستعرض جانبا من تفاصيل الحياة التي عاشها سكانها في مراحل مختلفة تمتد إلى قرن ونيف مضى. مهمة إنجاز المتحف أوكلت إلى منظمة إحياء التراث الكردي الحديثة المنشأ، والتي يديرها شباب متطوعون تحثهم مشاعر الحرص على إرث مدينتهم على مواصلة العمل الدؤوب لتخليد ما استحصلوا عليه من لوازم منزلية وأدوات عمل ومقتنيات شخصية استخدمها الإنسان الكردي في الحقبة الماضية، لتبقى شاخصة للعيان وتحكي للأجيال القادمة بصمت قصصا عن حياة أجدادهم في سالف الأزمان. التراث يمثل هوية الشعوب، ومن هذا المنطلق عمدت منظمتنا قبل 7 سنوات إلى تحويل هذا المبنى التاريخي إلى متحف لحفظ التراث الكردي، ويخضع لإشراف مباشر من حكومة الإقليم. وتكمن أهمية هذا المتحف في حفظه اللوازم والأدوات الشخصية والمنزلية التي استخدمها الأكراد من أبناء الطوائف المسلمة واليهودية والمسيحية الذين عاشوا في هذه المنطقة قبل أكثر من قرن. كما يعتبر المتحف أول مركز علمي ومعرفي في عموم إقليم كردستان العراق. المتحف يضم مقتنيات ضاربة في القدم، فهذه الجرة تعود إلى عهد الإمارة البابانية التي انبثقت في المنطقة قبل أكثر من 4 قرون. أما هذه الأحجار المقعرة فقد استخدمها أوائل سكان المنطقة في طحن القمح وحبات الجوز، بينما تضم هذه الغرفة اللوازم البسيطة التي استخدمها البيت الكردي مطلع القرن المنصرم وحتى أواسط عقوده، وإلى جوارها نماذج من الأزياء الكردية النسوية التي كانت ترتديها سيدات من الأسر الميسورة في أوساط الطوائف المسلمة والمسيحية واليهودية المتعايشة في السليمانية وقت ذاك. وهذه القبعات والأحزمة والأساور والقلادات والحلي المصنوعة من الفضة وأحجار المرجان التي تحمل رموزا لتلك الطوائف الدينية تمثل جزءا لمظاهر الزينة المكملة لتلك الأزياء التي تغيرت موضتها بمرور الزمن. يخال لمن يتفقد هذه التحف القديمة وكأنه يشاهد شريطا مصورا عن مراحل من الحياة البدائية التي عاشها الإنسان الكردي في هذه المنطقة. المتحف رائع حقا، محتوياته تختزل حقبة تاريخية طويلة من حياة أسلافنا، فمشاهدة هذه المقتنيات القديمة تحيي ذكرى شريطا طويلا من الذكريات يعود إلى عدة عقود خلت. لقد شاهدت العديد من أدوات العمل التي كان يستخدمها جدي ووالدي، لا سيما أدوات الحلاقة القديمة التي تذكرني بسنوات الطفولة. من هنا أعتقد بأن على الجهات المعنية العمل على حفظ المباني والأدوات واللوازم القديمة، لأنها تمثل إرثا تاريخيا ثمينا ينبغي حفظه من الاندثار. أما هذه الخناجر والسيوف المصنوعة من الفولاذ الخالص فتعود إلى رموز ورجالات السلطة في عهد الملك الكردي الأول محمود الحفيد الذي أقام مملكة كردستان المستقلة في السليمانية عام 1919، والتي استخدمت في تعاملاتها هذه المسكوكات والعملات المعدنية التي كانت رائجة في العهد العثماني. يختزل هذا المتحف الفلكلوري بمحتوياته حقبة تزيد على قرن من حياة الشعب الكردي في هذه المنطقة، لكن القائمين عليه يرون أن المحافظة على هذا الإرث التاريخي الثمين تحتاج إلى جهود مشتركة من الجهات الرسمية والناشطين في هذا المجال. على مقربة من متحف التراث الكردي يكمن أحد أقدم البيوت في السليمانية، والذي تعود ملكيته إلى والد الأديب والسياسي الكردي إبراهيم أحمد
المولود عام 1914 والذي قررت أسرته بعد وفاته تحويله إلى منتدى ثقافي وفني هو الوحيد من نوعه في المدينة حتى الآن. هذا المبنى يعتبر الأقدم في السليمانية ويعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 130 عاما مضت، لذلك ارتأينا تحويله إلى صالة للأنشطة الفنية أسوة بما هو سائد في الدول المتحضرة التي تحافظ على صروحها ومبانيها القديمة وتحولها إلى مراكز فنية وثقافية عامة. وقد خصصت صالات هذا المبنى لعرض لوحات الفنانين المعروفين ممن لهم باع وصيت في مجال الفنون التشكيلية، إضافة إلى إقامة معارضهم فيها مجانا، فضلا عن تنظيم الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية للمثقفين والشعراء والأدباء في السليمانية. أوساط المثقفين والفنانين في السليمانية تثمن وتثني على هكذا مبادرات وتأمل في استجابة الجهات المختصة لنداءاتها بتحويل ما تبقى من الأبنية القديمة إلى صروح ومراكز ثقافية وفنية وأدبية، كونها تمثل جزءاً من تراث المنطقة وعراقة سكانها. تحويل المباني التاريخية القديمة في سليمانية إلى مراكز فنية وثقافية خطوة مهمة وتحظى بالتقدير لدى نقابة الفنانين، لا سيما صالة زاموا التي تقدم خدمات جليلة للفنانين بدون استثناء. ولكن للأسف الشديد لا نلمس جدية من الجهات المعنية، والسبب في ذلك هو الأزمة الاقتصادية المستفحلة في الإقليم. ولعل الحلقة الأهم المفقودة في سلسلة المساعي الهادفة إلى إحياء التراث الكردي والمحافظة عليه هي غياب مؤسسة أكاديمية تختص بالتاريخ والتراث في إقليم كردستان تتولى مهمة تدوين وتوثيق المعلومات الدقيقة عن محتويات المتاحف الأثرية والفلكلورية في إقليم كردستان. هو عزيز، سكاي نيوز عربية، السليمانية.